مركز البحوث، مركز البحوث ومتحف التاريخ الطبيعي هو أحد المراكز التابعة إلى جامعة بغداد، وهو أقدم المراكز وأعرقها، حيث مضى على تأسيسه قرابة 70 عام. وظيفة المتحف هو حفظ الهوية البيئية، حفظ التوازن البيئي، ملاحقة كل الظواهر والتحديات التي تخص البيئة أو تضر بها. نأخذ المتحف، هو يتكون من قسم اللبائن والفقريات والطيور والأسماك والنبات والبيئة، وكذلك يوجد قسم لدينا قسم الجيولوجي. في بداية تأسيسه كانت تأتي هدايا من العائلة المالكة عند خروجهم إلى الصيد، فالحيوانات المصادة نستلمها وندخلها في مختبر التحنيط الذي يقوم بتهيئتها من أجل عرضها بشكل جمالي. كذلك الحيوانات النافقة في مدينة الزوراء أيضا تهدى حسب اتفاق معهم، تهدى الحيوانات النافقة ونقوم أيضا بتحنيطها وعرضها. بالإضافة إلى ذلك الحيوانات التي ما نحصل عليها في المصدرين المذكورين نقوم بشرائها من سوق الغزل أو من أماكن أخرى أو من محنطين أيضا. يعني في كركوك أكو محنط كان يزود المتحف كذلك. الحقيقة أقدم المعروضات الموجودة الحوت في عام 1965 عثر عليه في أم قصر، في ميناء أم قصر، تم تصويره كتوثيق، يعني تصوير موجود عندنا، وأخذنا أبعاده وقام أحد النحاتين بتطبيق وتنفيذ الأبعاد نفسها في المعروض اللي موجود حاليا في هذا الموجود. المعروض الحوت هو جيبسي هيكل، لكنه ياخذ نفس الابعاد الطبيعيه للحوت الاصلي الذي عثر عليه في ميناء قصر في عام 1965.